شفنا معكم التقرير الجميل لضيفتنا لهذا اليوم، فعلا ضيفتنا مثيرة للجدل بجمالها، بأناقتها، بإطلالاتها المختلفة، وبابتكاراتها في عالم التجميل، وأيضا احترافيتها وأفكارها اللي دائما تشوفونها متجددة. مساء الخير غدير سلطان. مساء النور، وشكرا على التقرير الحلو والكلام الجميل اللي قلتوه، صراحة أعطيتني طاقة إيجابية من بداية الحلقة. يا هلا مرحبا فيك، ونيولك حلو ترى اليوم حبيبتي غدير. يمكن أنت من الناس اللي بلشوا في بداية السوشيال ميديا، ورغم أن أنت كنت وايد قليلة الكلام وكنت أتوقع تستحين من السناب شات، بس قدرتي تلفتين أنظارنا وأنظار جميع المتابعين لك بجمال إطلالاتك وأفكارك المتجددة. اليوم حتى بكورونا ما سلمت منك طوفة من طوف البيت، يعني ما شاء الله حتى بكورونا أنا متابعتك أشوفك ما شاء الله دائما مبتكرة، دائما تفكرين، الألوان عندك ما شاء الله في تناغم بينك وبينها. كورونا هي اللي علمتنا، هي اللي طورتني بعد زيادة. تسمعيني غدير؟ اي اسمع. انزين، شلونك؟ كلمينا عن كورونا، شنو استفدتي في هذه المرحلة كونك خبيرة تجميل، والسناب شات كان وايد اكتف بهالفترة، الناس وايد تحب تتابع وتشوف مشاهير السوشيال ميديا شو يقدمون. عن كورونا، لا علمتنا وايد وايد اشياء، طورنا من انفسنا وايد، تقربنا من العائله اكثر، يعني عطتنا مجال نطور من نفسنا ونشوف نفسنا، يعني نشوف وقتنا، نرتب امورنا، اولوياتنا. بس كنتي وايد خايفه من بدايه الجائحه، كنتي وايد خايفه من الفيروس، مبالغه ولا صدق كنتي خايفه غدير؟ وايد، لا الصراحه بالغت شوي، يعني بالغت وايد، انه يعني قاعد اشوف المشكله اني انا اتابع واشوف فيديوهات شنو قاعد يصير باليوتيوب، واليوتيوب تدرين مرات يبالغون بالاشياء، صح؟ فكنت اشوف الناس تموت قدامي، كنت بخاف. صح. زين غدير، يمكن انت فرعك الثاني او شيء، مبروك افتتاحه مع بدايه الجائحه، ما استانستي فيه، تسكر والحين ما شاء الله تم افتتاحه، صح؟ انزين، كلمينا عن الناس، عن الحريم عقب هالاشهر هذه الطويله اللي تسكرت فيها صالات، شلون شايفه الصالونات، الشغل، في اقبال ولا في تخوف من الحريم المخالطه والامور هذه؟ لا يعني في اقبال وايد صار، يعني عرفتي اللي عوضنا الحمد لله، يعني هالكم يوم صار في اقبال صدق، مواعيد وترتيب، تقريبا 50% ما قاعد يشتغل من الصالون، لان تدرين ان بين كل كرسي وكرسي لازم مترين تقريبا. فبس الحمد لله ان رجعنا، على الاقل رجعنا نشتغل، رجعنا على الاقل ندفع معاشات العماله، يعني عرفتي؟ صح، جواكم الله. زين، يمكن في وايد ناس وصار في كلام وايد ان فتره او الفتره الاخيره من الجائحه، يعني خلينا نتكلم قبل شهر، في بعض الناس ما التزموا وكانوا يطلبون يعني هوم سيرفيس، في ناس طلبوا منك ان انت مثلا تقدمين مثل هذه الخدمات؟ وايد طلبوا، بس تدرين يعني انا تعبت على اسمي، ما راح اطلع شيء ممنوع، صح؟ فلا نهائيا، شوف انا ما احنا ما طلعنا خدمه منازل نهائيا، مع ان سمعنا انه في ناس قاعد تطلع، بس لا مستحيل ان انا راح اخرب اسمي على خدمه منازل. نعم صح. اذا غدير، يعني اليوم يمكن في استفسار اتوقع المشاهدين، وخصوصا الصالونات المشهوره ومشاهير السوشيال ميديا اللي عندهم صالونات كبيره مثل صالونك ما شاء الله، راح يتساءلون يقولون هل معقوله صالون غدير السلطان اللي ما شاء الله لا اله الا الله دائما زحمه راح تتاثر بهالكم شهر ما عندها تدفع عماله؟ لهل لهالدرجه الشغل ياثر؟ قصدك قبل كورونا ولا لا؟ طبعا اثر علينا كلنا، يعني الشركات اكبر مني بوايد، الشركات الكبيره تاثرت والشركات الصغيره تاثرت، كلنا تاثرنا. نعم، ما في احد ما تاثر بالازمه. اي يمكن لان صارت في افكار عند يعني المتابعين ان مشاهير السوشيال ميديا في حاله ثراء وفي حاله غنى، فما راح يتاثرون بهذه الجائحه.
لا لا فعليا تاثرنا حيل، مو بس تاثرنا، انا اقول لك تعورنا، يعني عرفنا ان احنا لازم نرتب امورنا ونحط يعني ناخذ حذرنا حق الازمات. زين، يعني اهم هذا ترى، يعني احنا لما نشوف هذا جانب ايجابي، يعني اللي صار كان مفاجاه، حتى الناس اللي مو حاسبه حسابها غدير اليوم صارت تفكر لباكر اكثر. اليوم لازم تحس بالضبط حيل. صح. زين اليوم ما شاء الله مع افتتاح الفرع الثاني، هل راح نشوف صالون غدير سلطان برا الكويت؟ راح تتوسعين للخارج؟ طبعا ان شاء الله مستقبليا، يعني في ان انا راح اطور، بس الحين انا ابي اثبت نفسي بالكويت عدل، لما خلاص احس اني بس حققت اللي ابي بالكويت ان شاء الله راح انتقل حق الخليج ان شاء الله. انزين غدير، انا احس انك مرتبكه صح؟ لا عادي. انزين انا من اول شيء يعني حتى لو مو مرتبكه ايه. انزين انا بنتقل معاك لشيء انا شخصيا ودي اسالك اياه. ما شاء الله انت عندك ابتكارات في التصوير، شيء وايد حلو، وايد يلفت الانظار، افكارك متجدده، لوكاتك متجدده، بس انا ملاحظه يمكن انت تميلين للتصوير مثل ستايل الاجانب شوي، حتى الالوان الكلرز الرتوش اللي تضيفينها للصور، هل مثل هذا النوع من التصوير هي فعلا ابتكارات غدير سلطان، ولا تحسين في شويه اقتباسات من مشاهير تحبين ان تظهرين بنفس لوكاتهم؟ لا ما اتابع مشاهير اجانب. ما تتابعين؟ ذوقي، هذا ذوقي يعني. ما شاء الله. ما اتابع وايد، لا. حلو ما شاء الله، إذا شو سالفة الطافة اللي ما سمت من يدك في الكورونا؟ شنو عيد السؤال؟ في بكورونا يعني في غرفة من غرف البيت شفتك حطيتي لزقتي صور، سويتي ألوان كانت وايد صريحة بالغرفة. اي كورونا كورونا علمتني أعزف بيانو. علمتني ارسم، علمتني اصبغ، حتى البيت صبغته. اي كل شيء علمتني كورونا، كنت قاعده بس أطور من نفسي، كل شيء فيني من داخل موهبه بطلعها وبطورها. فسناب صبغت، رسمت على الملابس، رسمت على الطواف، كل شيء سويت. زين غدير، يقولون تانج غير، عندنا كم صوره بنعرضها لك، هنشوفها مع بعض. اوكي تمام. هذا ما كان تان، هذا كان لوك وايد حلو وايد غريب. غدير شو اللي طرى عليك سويتي هاللوك؟ انا مو شايفه اللوك هذا اي واحد. انت ما قاعد يبين عندك اللوك لما سويتي البشره الغامجه مع الشعر الطويل، عرفتي؟ البشره الغامجه كانت بدايه 2020. صح. كنت نفسي اني بقدم شيء حق انه بدايه السنه، فقدمت عن العنصريه. صح اذكر، حبيت اني اغير ستايل شكلي انه علشان اقدر اتكلم عن العنصريه. انا صح اذكر الموضوع، طبعا الموضوع كبر زياده واخذ. اذا غدير يمكن اليوم يعني في ناس فهمتها غلط، في ناس فهمتها صح. لا كان، لا بالعكس، كان وايد واضح، وكان في رساله واضحه من خلال الصور اللي سويتيها. لكن خلينا ننتقل، انا ودي بما ان انت ما شاء الله التغيير عندك ما يوقف، لا اله الا الله، تحبين تغيرين، تحبين تجازفين. اليوم المرأة متى تحتاج انها تسوي نيو لوك؟ لما تحس نفسيتها لما تتغير من نفسيتها. يعني المرأة يعني اليوم متضايقة اروح اسوي بالضبط، نقدر نقول كذي، واكثرهم كذي بالضبط. اذا حست انها متضايقة او تبي تغير يعني تبي تغير نفسيتها، تروح تصبغ، تقص شعرها، تسوي بيدك المناكير، تسوي هالاشياء تغير من نفسها. اذا اليوم غدير انت ما شاء الله متجدده دائما، اذا حسيت ان جت زبونه ومتاثره فيك، بما انت اليوم مؤثره في السوشيال ميديا، وقالت انا ابي هذا اللوك مال غدير وتحسين انه ما يناسبها، عادي تسوينه لها ولا تخافين على سمعه الصالون؟ اذا بالضبط انصحها، اول شيء انصحها واقول لها انه ما يلوك لك، الاغلب يسمعون كلامي يعني تايدني، اقول لها شنو تسوي. وفي ناس لا، يعني مثلا هالقصة انا ما انصح فيها البنات. نعم. قصيتها لان شعري كان وايد تعبان وبعالج بكورونا، كنت بعالج هذا، فانصحهم اقول لهم حرام اذا شعرك صحي وحلو وطويل لا تقصي بوي. انزين غدير، يمكن نبي نشوف معاك فيديو وانت تسوين ميك اب حق الفنانة احلام، خلينا نشوفه مع بعض ونرجع لك.
اوكي القمر شوفوها. اوكي هاي غدير سلطان. يعني قد ما انا خاطري هي تسوي لي مكياج، مره سوت لي مكياج على السريع على السريع وايد عجبني، اليوم رجعت تسوي لي مكياج على السريع على السريع على السريع بس شوفوا ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليك. الله يبارك لك يا رب. الحين بخلص غدير. هاي شفنا الفيديو معك، اتوقع فرصه جميله انك مكياجتي الفنانه احلام، اكيد نوجه لها تحيه. بس شلون التعامل مع المشاهير؟ صعب؟ لا اسهل من الزباين. اسهل؟ صدق اسهل من الزباين. شلون؟ لان يعني امن عليهم اكثر. ما يتني الا هي مقتنعه حيل بالشيء اللي تبي تسوي، وكل اليوم يكونون مثلا حابتهم وحابيني. الزباين شوي اصعب من المشاهير. اي اليوم يمكن الفنانه احلام دقيقه جدا باختياراتها وتفاصيل اللوك. هل كانت سلسه معك يعني في اللوك؟ وايد وايد حيل وايد. زين حلو. زين اليوم لو اسالك منو ودك شخصيه ما تلاقين غيرها؟ ليش؟ شخصيه وايد وايد طيبه حبوبه، متسهله حيل، طاقه ايجابيه. بالضبط صح بالضبط. انزين اليوم لو بسالك غدير منو ودك تمكيجين؟ من ودي امكيج بصراحة يعني كل اللي كان ودي مثلا أمكيجهم يوني مكيجتهم من غير شيء، يعني هم يوني إنه نبي تمكيجينا، فما في أحد ببالي. ما في أحد يعني ممكن أمكيجك؟ أبي أمكيجك. إن شاء الله. إن شاء الله أتمنى. إنزين يعني خلينا نقول مثلا شخصية كان حي ودك تمكيجينها بس حسيتي إن ملامحها صعبة أو هي نفسيتها صعبة، التعامل معاها صعب. ما في ببالي صدقين، ما في ببالي احد. انزين غدير انا ودي بعد اسالك كم سؤال. ما تخافين ان مع الوقت السناب شات خلاص يعني ما تصير في متابعين، السوشيال ميديا تقل متابعتها، غدير سلطان وين راح تروح؟ هل راح تجابل شغلها بس مثلا بالصالون، ولا ممكن مع الابتكارات اللي قاعد تقدمينها عندك فكره مخليتها حق مثل الوقت هذا؟ لا طبعا يعني الحمد لله دام انا قدرت اني اوصل حق هالعدد من المشاهدات والناس، فاكيد اني بحط لي شغل خاص، انه ما اخلي السناب والانستغرام هم شغلي الاساسي او مصدر رزقي الاساسي. اكيد اني بروح شوي اطور من نفسي برا علشان احسب حسابي. زين ممتاز ما شاء الله. يعني غدير انت بنت ذكيه يعني. حتى دخولك للسوشيال ميديا كان بذكاء بهدوء بخطوات، نقول حاسبه خطواتك خطوه بخطوه وصادقه مع الناس، والناس قدروا يتقبلونك بسرعه كبيره ما شاء الله عليك. وبرغم هذا يعني هم ما شاء الله جمالك مثير للجدل، احنا دائما نقول غدير شنو ما تسوي يطلع عليها حلو لا اله الا الله. فاليوم ايضا الناس مو مخلينك، اليوم انت يمكن بالسناب شات حسيت ان انت كانت عندك رساله مبطنه، يوم قلتي انا اليوم مسويه خيوط فعشان كذي يمكن الخشم تغير شكله الفتره الاخيره. بالمقابل الناس وايد يقولون ان اختفائك وموضوع زمن الصحوه وهذا بسبب ان غدير سوت الخشم. صح؟ لا طبعا هذا مو موضوع، يعني مو موضوع اني انا اقدر اسويه علشان يعني هذا يرتبط بهذا شوي صعب صح يعني. أيه. بالمعقول انا مثلا بطلع علشان، لا بالعكس انه ممكن انا سويت هالشيء الخطوه. يعني ترى حلو ان الواحد لما يصير موقف او يشوف الدنيا تغيرت شوي يلجا حق ربه. بالعكس هذا يعتبر في وازع ديني، بس انه اغير اروح اسوي عمليه خشم اقول بس خلاص ما بطلع علشان خشمي مسوي على تجميل، كلش لا. بس يعني لأني مسوية مسوية الخيوط قولي
اليوم غدير انت ما شاء الله جميله ما تحتاجين التجميل، وان جملتي اتوقع ما راح تخشين على متابعينك، يعني خلينا نكون صريحين، اليوم منو ما يسوي تجميل؟ منو ما يلجا للخيوط، للابر، للجراحه؟ العموم قاعد يلجا يعني، فهل ممكن اذا سويت عمليه تجميل غدير تطلع بكل صراحه تقول انا والله يا جماعه أكيد. اختفيت او راح اختفي بسبب عمليه التجميل؟ راح اطلع وانا مسويه العمليه ما في شيء. اي بالضبط راح اقول لهم ليش اقول ما لا انا مو مسويه يعني اوكي عادي راح اقول، وانا اقول انا من الناس اللي كل شيء اسويه اقوله صح، يعني ما راح استحي او اخاف ولا ماكو شيء يخرعني عشان ما اقوله يعني. صح اكيد. زين اليوم ان شاء الله يعني قاعد نشوف الميك اب عادي ما اثر فيني يعني الشيء هذا. اي طبيعي يعني اكيد الناس الشخص لما يكون صادق مع نفسه كلام الناس وبما انه هو مشهور واحد يعني انا صح كلامي. نعم. انزين غدير اليوم يعني الناس في السوشيال ميديا قاعد يتعرضون لضغوطات كبيره، كلام كثير، ايش كثر ياثر هذا على غدير؟ شلون؟ يعني اليوم في ضجة كبيرة صايرة بالسوشيال ميديا وأخبار متداولة منها الصحيح منها المغلوط، شلون ممكن غدير تتعامل مع مثل هذه الأمور؟ بصراحة أنا ما أتدخل بهالأمور، أمور أكبر مني، يعني ما أحب أني أتدخل بشيء أنا مو فاهمة فيه أو بشيء ما لي شغل فيه نهائيا. فما أحب نهائيا أنا ما أتدخل بأي شيء يصير بالسوشيال ميديا، بعيدة كل البعد عن هالمواضيع. صح، انت من الناس اللي احنا نقول تمشي حد رساس ما لها شغل بحد، شايفه طريقها ما شاء الله وماشيت له، شايفه الهدف ورايحت له لاهل الله، بس اذا في ناس او انتقاد او تلميح او ايا كان وفي ذكر في اسمك تردين او انه ياثر بينك وبين نفسك وخلاص تسكتين؟ لا ممكن بالبدايه اي كان ياثر، بعدين خلاص لا عادي يعني ما قام يهمني هالشيء دام انا واثقه من نفسي بس خلاص. وانا اقول لك ما شاء الله خطواتك ثابته وما شاء الله انت انسانه صريحه مع نفسك ومع متابعينك، ولو ما كنتي صريحه وجمال روحك هذا انتقل بسرعه للمتابعين وصاروا عندك متابعات مثل او متابعين باعداد مرتفعه، ما شاء الله عليك، ناطرين منك لوكات وابتكارات جديده، عودتينا دائما تكونين مختلفه، بالتوفيق ان شاء الله غدير، وان شاء الله نتمنى انك تكونين معنا بالاستديو. عندك كلمه اخيره حابه توجهينها؟ حبيبتي شكرا وايد، وبوجه كلمه حق اي واحده عندها صالون وتاثرت، ادري ان في ناس وايد سكروا صالوناتهم بالازمه، بس ان شاء الله الجاي راح يكون عندي يعني تصور انه راح يكون ان شاء الله اقوى ويحاولون يطورون من نفسهم، واهم شيء يسوقون حق صالوناتهم علشان يعوضون اللي طاف. انزين شلون بما انك تطرقتي للتسويق خلينا نختم بنصيحه لمتابعاتك، شلون ممكن انهم يسوقون للبزنس الخاص فيهم؟ يسوقون طبعا يكون دائما شلون اقول لك تسويق، يعني دائما يحاولون ان يطورون من شغل صالونهم من الاسم، يقدرون يروحون حق طبعا هم بالسوشيال ميديا ان يعرضون شغلهم بحساباتهم، يكون حسابهم فعال وايد، ينزلون لوكات اكثر، ينزلون شغل صالونهم اكثر، فلانه مهم التسويق الحين بما انه ما شاء الله الكويت كلها صالونات. صح. فكل واحد يبي يثبت نفسه. صح ما شاء الله. زين تأيدين الاستعانه بالمشاهير لتسويق اي منتج او اي يكون مثلا بزنس خاص؟ ممكن. انت مع هذا النوع من التسويق؟ ممكن حيل، لا انت تدرين الحين. زين كل الشكر لك غدير، مشكوره ووايد سعيدين انك كنتي معانا بهالاطلاله الجميله، شكرا لك، وننتظر انك تكوني معانا ان شاء الله داخل الاستديو. ان شاء الله حبيبتي، وشكرا وايد، شكرا على الاستضافه. شكرا لك. وشكرا لكم اللي اخترتوني من بيت الصالونات، يعني شرف لي. شكرا، هذا اكيد لتميزك غدير، واكيد انت انسانه صادقه وطلعتي معنا مع ظل هذه الظروف والضغط اللي على مشاهير السوشيال ميديا، كل الشكر لك مره ثانيه، واكيد ما خلصنا، تابعونا بعد الفاصل.